هي مناسبة وطنية أخرى نلتئم فيها لاستحضار دروس واحدة من أنبل تجارب العطاء الوطني المواجه لآلة الاستعمار. فاختيارنا لذكرى 11 يناير قصد تقديم الشريط الوثائقي قصة النهضة يحمل إشارة قوية إلى وفائنا لتراث المجاهد أبو بكر القادري أحد الموقعين على وثيقة المطالبة بالاستقلال. ومن خلاله كل وطنيين الأوفياء، فذكرى 11 يناير تستحق هذه العودة المتجددة وفاء منا لدروس معارك الحرية والاستقلال التي انخرط فيها المغاربة قاطبة بعد أن صنعوا منها منارة لعطائهم ولجهادهم ولتضحياتهم. نجتمع اليوم بدعوة من مؤسسة محمد الزرقطوني لإحياء ذكرى وثيقة تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال التي كان المجاهد أبو بكر القادري من الشخصيات التي ساهمت في إخراجها إلى الوجود والذين وقعوا عليها. وبهذه المناسبة يعني سنقوم بعرض فيلم وثائقي حول التعليم الذي كان من بين الأهداف التي كانت ضمن أولويات الوثيقة. هذا الفيلم الوثائقي يتحدث عن التعليم الوطني العصري والصعوبات التي واجهها الوطنيون في سبيل نشره وتعميمه على جميع طبقات الشعب المغربي. طبعا مدرسة النهضة التي أسسها أبو بكر القادري وساهم في تنشيطها وعدد من الأساتذة الغيورين على وطنهم، تمكنت هذه المدرسة من تخريج أفواج وأفواج من الطلبة الذين ساهموا في إرساء دعائم الإدارة المغربية الحديثة. تخرج منها أطباء، تخرج منها مهندسون، تخرج منها صيادلة، وتخرج منها أيضا قضاة وغيرهم.